كأنها بين شاطئيك غريب، والهوى فيك حالم لا يفيق، ورؤى الحب في رحابك شتى، يستفز الأسير منها الطليق. من ساح في أرجائها بقدميه وأرخى في زواياها طرف ناظريه، لم يرجع منها بغير الهوى، ومن عبأ من نسيم بحرها رئتيه آمن أن لهذه المدينة الوادعة سرا يفعل في الأرواح فعل السحر، وليس من نافلة القول أن تكون جدة مستودع بذرة التطور الأولى ومتنفس مشاريع الوطن الشاب. لم تكن جدة وسط الستينيات الهجرية أكثر من مدينة ساحلية وادعة يعمل أهلها في الصناعات الخفيفة وتجارة النسيج وصناعة القوارب والفخاريات، لكنها كانت في عين الملك عبد العزيز طيب الله ثراه قاعدة انطلاق لدولة فتية منفتحة على العالم، عندما صدر المرسوم الملكي بإنشاء أول غرفة تجارية بجدة وأزيل عنها الستار لتنسلك في مضمار التطور. لم يتجاوز عدد المنتسبين لغرفة جدة ذلك الحين 44 منتسبا، توسعت تلك المدينة الوادعة لتصبح أكبر مدن المملكة مساحة وسكانا، فاتحة ذراعيها لكل مصافح بالخير والنماء، حتى ربى عدد منتسبي الغرفة اليوم لأكثر من 100,000 خلال 75 عاما من الخدمة والتنمية. ماذا فعلنا خلال 75 عاما؟ كنا بسملة الخير وفاتحة التحضر. لم تكتفي غرفة جدة بأولية التأسيس بين الغرف التجارية في المملكة وحسب، فبعد تأسيسها بعامين أصدرت الغرفة مجلة التجارة لتكون أول مجلة متخصصة في الشأن الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. منذ ذلك اليوم وغرفة جدة تقود حركة اقتصادية فاعلة بدأت من بيوتات جدة التجارية العريقة، ولم تنتهي بمئات الآلاف من المنتسبين والمستفيدين، وهي في كل ذلك تلعب دورا وسيطا هاما حتى اللحظة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقف خلف هذه الحركة الدؤوبة بمنهج علمي وجهاز كفء. ماذا فعلنا خلال 75 عاما؟ يسرنا وسهلنا ما هو صعب. كنا اليسر لرجال الأعمال والتجار عندما أنشأنا وطورنا مدينة المستودعات جنوب جدة التي تبلغ مساحتها 3 ملايين متر مربع والمدينة الصناعية، ورحنا ننثر اللقاءات والدورات والورش التدريبية لتنمية مهارات القوى العاملة في مختلف مجالات السوق إلى وقتنا هذا. ماذا فعلنا خلال 75 عاما؟ صنعنا الأسس المنهجية لعلاقاتنا. لم تقف أولوياتنا عند هذا الحد، وما كان لها أن تقف، وخلفها رجال يؤمنون بدور الغرفة في النهوض الاقتصادي لهذا البلد. عندما أطلقت غرفة جدة أول مركز دولي للمنتديات والفعاليات، واستقبلنا العديد من الوفود التجارية ورموز السياسة والاقتصاد في العالم لدعم علاقاتنا التجارية والسياسية معهم، لنكون بوابة للتبادل التجاري والاقتصادي. لم نهمل أبداً دور المرأة وسط هذه الأعمال المتواصلة من المشاريع، بل كانت من أولويات رؤيتنا عندما أنشأت الغرفة مركز السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لخدمة سيدات الأعمال كأول مركز متكامل على مستوى باقي الغرف التجارية السعودية. ماذا فعلنا خلال 75 عاما؟ صدرنا جدة للعالم جوهرة تخطف الأبصار. لم تنس الغرفة سكان جدة خاصة وسكان المملكة عامة بل والخليج من نشاطاتها، فأهدتهم أول مهرجان صيفي على مستوى المملكة والشرق الأوسط، مهرجان جدة غير ومهرجان هي جدة للتسوق، الذي شجع بعمله الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لتنشيط الحركة التجارية في جدة. حملنا على عاتقنا جعل مدينة جدة قبلة لأنظار رجال السياسة والاقتصاد في العالم،
ورعينا جسور التعاون بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال الدوليين. فكان هذا الهم دافعاً لإنشاء مجلس جدة للتسويق الذي كان وصلة بين رجال الأعمال داخل المملكة وخارجها. وفي إطار الترويج لجدة عالمياً خرج منتدى جدة الاقتصادية، وبجانب عدد من المنتديات الهامة كالمنتدى التجاري والمنتدى الصناعي. ماذا فعلنا خلال 75 عاماً؟ كنا عون التاجر وصديق رجل الأعمال وحارس السوق الأمين. نقف اليوم على جبل شاهق من الإنجازات الباهرة، ننظر إلى الشجرة التي بذرها الملك المؤسس رحمه الله على بعد 75 سنة، وتعاهدها من بعده أبناؤه البررة. فهذا الملك سعود يهدي الغرفة أرضاً تشيد عليها أول مبنى لها فيها، ثم جاد من بعده جلالة الملك فيصل رحمه الله بصرف نصف تكاليف مبنى الغرفة قبل أن تجري هذه المكهومة سنة على جميع الغرف التجارية في المملكة بعدها. لم ينسها جلالة الملك خالد رحمه الله من سابغ العناية والدعم. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله شهدت الغرفة تطوراً هائلاً في مؤازرة القطاع الخاص، ليأتي بعده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بوقف مشروع الأسر المنتجة. كما حظيت الغرفة بدعم أمراء منطقة مكة المكرمة الأمير ماجد بن عبد العزيز والأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمهما الله، وتحظى بالدعم المستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد. واليوم تحظى الغرفة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لحفل مرور 75 عاماً على تأسيس غرفة جدة. أنجزنا الكثير في 75 عاماً، وما زال أمامنا طريق مزدهر لوطن طموح ومجتمع حيوي، مع رؤية ولي عهدنا للنهوض باقتصادنا نحو مستقبل باهر للوطن. غرفة جدة 75 عاماً، خدمة ودعم وتنمية.